السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هشرح المحاضرة التانية في الشرعي، محاضرة ايه؟ الاسكال ايشو بايوميديكال ريسيرش، اخلاقية البحث العلمي. اخدنا الاسكس في المحاضرة الاولانية، النهاردة بقى هناخد الاسكس بتاع البايوميديكال ريسيرش. البحث العلمي عموما بيتضمن ايه؟ لو مثلا شخص هيعمل بحث في حاجه معينه، احنا كدكاتره بقى هنتكلم في المجال الطبي، هيعمل مثلا بحث عن اختراع هيعمله، او عن دواء مثلا دراج هيفيده الجديد هيزوده، عن ازاي يحسن مثلا من علاج موجود، او ازاي يقلل السايد افكتس بتاعه، او مثلا لو دكتور هيعمل ماجستير او هيعمل دبلومه او دكتوراه، كل ده بتندرج تحت ايه؟ البايوميديكال ريسيرش. تمام. طيب دلوقتي عشان الدكتور دوت، او يعني نتكلم بقى كده، دكتور دوت يعمل بحث او ان هو يقدم ماجستير او حاجه زي كده، لازم أن يبقى فيه التزامات اخلاقيه. تمام. الى جانب ايه؟ المحتوى العلمي اللي هيقدمه، لان احنا برضو لازم نتعامل ايه كايثيكال بقى. تمام. طيب نبدا بقى. اول حاجه كانترودكشن بيقول لنا يعني ايه ميديكال براكتس، هي ممارسه الطب بتتطلب ايه، او قال لنا حاجتين. ميديكال كير اللي هو العلاج، العلاج ده سواء بيشمل ايه بقى، ان انا هعالج المريض، الحاجات اللي انا اتعلمتها مثلا في سنين الكليه، او ان انا مثلا في ممارسه الطب في على ما عملت الماجستير، او مثلا العمليات، كل ده بيشمل الميديكال كير اللي هو العلاج اللي احنا عمالين نتعلمه من اول ما دخلنا الكليه والحاجات ديت عن الطب عموما. والبايوميديكال ريسيرش اللي هو البحث، ان ازاي ان انا العلاج ده طبعا مش ثابت، مش من اول ما البشريه خلقت الحاجات دي ثابته، لا ده كل شويه في ابحاث وفي حاجات بتتطور، حاجات بتطلع جديده، حاجات بنلغيها عشان السايد افكتس بتاعتها كل زياده، كل ده بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ البايوميديكال ريسيرش، ان احنا بنعمل ابحاث عن الحاجات ديت وبان احنا نطورها وان احنا إيه؟ عشان تفيد الناس. تمام. يبقى الميديكال براكتس بتتطلب ان يكون في ميديكال كير العلاج، والبايوميديكال ريسيرش البحث. طيب الميديكال براكتس ده كنترول باي ايه؟ ايه الحاجه اللي بتتحكم في الميديكال براكتس؟ الميديكال براكتس ده عندنا حاجتين، اولا الجفرمنتال رولز والبايوز، عندنا الدوله عموما بيحكمها ايه؟ القوانين عموما، او ايه القواعد. ازاي يعني؟ دلوقتي نفترض ان عشان شخص يبقى دكتور لازم الاول يدخل كليه الطب، يخلص 5 سنين، ياخد سنتين امتياز، يتخرج، يعمل امتحان اسمه امتحان مزاوله مهنه، يبقى كده بقى ايه؟ طبيب. طيب بعد كده ياخد سنين مثلا كام سنه كده لحد ما يحضر ماجستير، كده يبقى ايه؟ يفتح عياده. ما ينفعش مثلا يفتح عياده غير لما يكون معاه درجه ماجستير. هي دي بقى القواعد والقوانين بتاعه الدوله عشان تمارس المهنه الطبيه، عشان يبقى فيه، عشان تبدا في الميديكال براكتس لازم يبقى عندك الحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت، عشان نقول عليك ان انت دكتور وتبدا تمارس الطب. طب تاني حاجه الكود اوف ايثكس، يعني الميثاق الاخلاقي، يعني الاخلاقيات اللي انا هتعامل بها مع المريض دوت او مع الاشخاص، وخاصه في البحث العلمي زي ما احنا هنقول النهارده، لازم يكون في ايثكس بنتعامل بيها مع بعض كدكاتره، ايثكس بنتعامل بها مع الناس وهكذا. مش الموضوع كده اي تعامل وخلاص، لا. تمام. يبقى دوت بالنسبه للبراكتس كنترول باي، حاجتين الجفرمنتال رولز والباي لوز، اخلاق قواعد وقوانين، وتاني حاجه الكود اوف ايثكس الاخلاق اللي هنتعامل بيها مع الناس. تمام. طيب ندخل بقى بعد كده الميديكال ايثكس. الميديكال ايثكس خدناها المره اللي فاتت، قلنا ايه هي؟ زي ما مكتوب بالعربي كده، هي الالتزامات الاخلاقيه التي تحكم ممارسه الطب. تمام. طيب قال لنا اول حاجه هي الرولز اوف اكسبتابل مورال كوندكت، يعني القواعد اللي انا المفروض اعملها عشان الاسلوب بتاعي او السلوك بتاعي يبقى مقبول، او مقبول بن يعني يكون السلوك بتاعي او الاخلاق بتاعي ديت مقبوله بالنسبه للتعامل مع الناس. او سيستم اوف مورال برينسيبل، هي مجموعه القواعد او المبادئ اللي احنا متفقين عليها. طيب ده بالنسبه للميديكال ايثكس، وديت موضوع المحاضره اللي فاتت. طيب السورس اوف ايثكس ديت بتيجي منين؟ الايثكس دي جت منين؟ اولا يا اما محتوى ريليجيوس، محتوى ديني تابع للدين، تمام، او محتوى فلسفي يعني تابع للفلسفه. طب الفلسفه ديت هنا يقصد بها ايه؟ يقصد بها العادات التقاليد والعرف بتاع المكان اللي احنا موجودين فيه دوت في التعامل، او ما يقصد بيها الاخلاق عموما في التعامل. تمام. احنا عارفين ان مش كل الدول مثلا مسلمه، ولكن مثلا مش هنلاقي في دعوه عشان مش مسلمه بتعامل المريض بطريقه وحشه او كده، لا، هي في اخلاق وفي التزامات بنستخدمها عشان نتعامل مع المريض او الاشخاص ديت اللي احنا كدكاتره بقى نتعامل معاهم، نتعامل معاهم بطريقه كويسه وبطريقه سليمه. تمام. ده بالنسبه ايه للاسكس. كل ده كانت انترودكشن للمحاضره. ندخل بقى في الايه، في عنوان المحاضره بتاعتنا الريسيرش اسكس. يعني ايه فايده ان احنا، انا شخص هيعمل بحث علمي، ايه فايده ان انا التزم بالاسكس والحاجات ديت؟ اولا عشان نطبق يعني ايه اصلا ريسيرش اسكس، هو تطبيق لنا الايثيكال ابلكيشن اوف ايثيكال برينسيبل، تطبيق القواعد الاخلاقيه، تو بلان كوندكت اند ببلش باي ميديكال ريسيرش، اننا نطبق مجموعه من القواعد الاخلاقيه اللي احنا هنذكرها دلوقتي في المحاضره لما اجي اخطط او اعمل او انشر بحث علمي في اي مجال بقى. تمام. او التعريف الثاني بيقولها سيت اوف فاليوز ستاندردز وبرينسيبل، برضو القواعد الاساسيه اللي عشان ايه يكون في اكسبتابل كوندكت فول ستيج اوف ريسيرش بروسيس، في كل مراحل البحث دوت، نفس يعني الكلام ان هو يكون في ايه مجموعه من الحاجات، مجموعه من الأخلاقية.
الاخلاق او القواعد اللي انا المفروض كدكتور التزم بيها عشان لما اجي اعمل الريسيرش ده. تمام. طيب ايه بقى طيب الريسيرش ايثكس ديت لازمتها ايه او ايه الامبورتنس بتاعتها ليه موجوده؟ انا اول حاجه بيقول لنا ايه ريفلكت بريزنت فور ريفلكت ريفلكت ريسبكت اوف ريفلكت ريسبكت فور فور ذوز هو تيك بارت ان ريسيرش. يعني الكلام ده انا دلوقتي كدكتور لما اجي دلوقتي اشارك في بحث انا مثلا محتاج حاله ان انا هشرح عليها او حاله ان انا هجرب فيها الدواء المعين ده او عمليه معينه او ايا كان الحاجات ديت انا محتاج شخص الشخص دوت انا لازم أنا لازم احترمه لازم اقدم له الاحترام سواء في قرار ان هو يدخل معايا او في انه في ان انا احترمه في ان انا افهمه هو الموضوع اللي داخل دوت داخل عليه ده بيشمل ايه النتائج بتاعته ان انا مثلا ما احاولش اضره او ان انا ما اضروش مثلا او ان انا يحصل حاجه ما كناش متفقين عليها ويكون الموضوع ماشي بامانه يعني بامانه تمام نبقى نحفظ حقوقه او نحترمه reflect respect of those who take part in research الناس اللي هتشارك في البحث ده. طيب تاني حاجه ensure no reasonable or unsafe act are made by researchers. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الريسيرش اسك ديت بتقل اهميتها انها بتخلينا نتاكد ونطمن ان مفيش حاجه هتحصل مفيش حاجه من الريسيرش ده هتكون ضاره او تكون ملهاش قيمه او فايده. احنا اكيد مش هنعمل حاجه كده يعني البحث ده لازم يكون له قيمه ما ينفعش نعمل حاجه ملهاش معنى. البحث ده لازم يكون مفيد مش هنعمل حاجه ضاره او ممكن يكون في ضرر معظم الحاجات بيبقى فيها ضرر زي مثلا ما كنا بناخد الادويه قبل كده كان بيبقى في سايد افكتس وكده ولكن هي لها منفعه كبيره فعشان كده بنستخدمها. تمام. طيب بعد كده انشور السفيشنت نوليدج ستيرد باي كونسرت الريسيرش اسك دي بتضمن لنا ان البحث اللي هنعمله دوت هنشاركه مع الناس المهتمه كلها زي مثلا دلوقتي لو في بحث طبي انت كدكتور تقدر تشوفه وتستفيد منه الدكتور اللي عمله دوت مش محتكره مثلا وعنده مش لا هو موجود وتقدر يعني تخليه نشاركه مع كل الناس اللي مهتمه او اللي موجوده في المجال ده. تمام. يبقى دلوقتي الامبورتنت بتاع الاسكس اولا ريفلكت ريسبكت فور ريفلكت ريسبكت للناس اللي الناس اللي هتشارك معانا في البحث ده. تمام. تاني حاجه بتتاكد ان ما فيش انروزر من او سيف اكتس للشيء الحاجه اللي احنا بنعملها دي. تاني حاجه النولج ديت بتبقى شيرد مع اول بيبل كونسرند وذ ذس وذ ذس ريسيرش. تمام. طيب ايه البيزكس بقى دلوقتي احنا عمالين نقول الاخلاقيات اللي هنلتزم بيها علشان الريسيرش ده واللي هنعمل بيها عشان يكون المحتوى دوت كويس. طب ايه بقى الحاجات اللي هنلتزم بيها ديت؟ انا اربع حاجات. اول حاجه اسمها الريسبكت اوف بيرسون ان احنا نحترم الاشخاص اللي زي ما احنا قلنا فوق كده نحترم الاشخاص اللي هتشارك معانا. طب تاني حاجه اسمها البينيفيكانس تاني حاجه البينيفيكانس. طب تالت حاجه النون البينيفيت البينيفيسنس يعني الفايده زي ما جاي من بينيفيت بينيفيسنس. تمام. النون بينيفيسنس يعني ما تكون ايه تكونش ايه غير ضرر. واخر حاجه الجاستس او الايه العداله في انه احنا وهنقول معناها ايه لما نوصل لها. تمام. نكمل بقى. اول حاجه نقولها واحده واحده كده. طيب اول حاجه ريسبكت اوف بيرسونز او الاوتونومي. الاوتونومي يعني الخصوصيه او الاستقلاليه. الشخص ده بتدور ايه حوالين الموضوع ده. بصوا بقى دلوقتي انا لو انا هجيب مثلا حاله اشتغل عليها وليكن مثلا زي ما احنا كده عندنا في الكليه الحالات اللي هي بتيجي دي. اولا هو عارف هو جاي ليه عشان الطلبه تتعلم عليه وعارف ان الطلبه ممكن تقوم تجرب انها يعني في الفحص وكده انها تقوم تجرب على الشخص دوت وانها يعني هتحاول يعني ان هي ايه تعرف حالته تم زي ما احنا مثلا بنقوم نعمل اسكولتيشن للشيست او بالبيشن او هيك او هكذا. هو عارف وممكن يكون الموضوع متابع عليه بس هو عارف احنا معرفينه. تمام. انا اديته ايه اديته حاجه اسمها انفورمد كونسنت يعني الموافقه انفورمد كونسنت يعني موافقه مستنيره. انا اديته معلومات اديت له اديكوت انفورميشن اديته معلومات كافيه فهمته كل حاجه بالاسلوب بتاعه. تمام. فهو وهو وافق ان هو يجي هنا بناء على ان انا وضحت له كل حاجه. تمام. دوت مثال بسيط. طب تعال نشوف مكتوب ايه بقى. اول حاجه التشويسز اوف اوتونوموس انديفيدوال شود بي ريسبكتد حاجه اسمها انفورمد كونسنت يعني الشخص دوت يكون احترم قراره واحترم رايه هل هو موافق ولا لا بعد ما ايه بعد ما اديله زي ما احنا بنقول رقم 2 ديت كده adequate information زي ما احنا قلنا هنا كده هنديله adequate information. طيب يبقى انا دلوقتي هاجي كده اقول له بصوا بقى احنا الاول احنا عندنا مثلا البحث دوت انا هحتاج منك تعمل كذا وكذا ممكن يكون هيديله مثلا هديله دراج اقول له مثلا الدراج ده ممكن يكون ايه له سايد افكت معين او كده او مثلا الخطوات اللي انا هعملها في البحث دوت لازم انا اكون مفهمه كل حاجه اديته انفورمد هو وافق خلاص يبقى دي اسمها انفورمد كونسنت موافق موافقه مستنيره بناء على المعلومات اللي انا اديتها له اللي هي الادكوات انفورميشن عشان يعمل ايه الديسيجن بتاعه. تمام. يبقى اول حاجه
choice of autonomous individual should be respected. ان انا اديت له ايه informed consent. طب تاني حاجه ال voluntary subject need adequate information for decision, ان انا اديت له معلومات كافيه عشان يوافق على البحث ده. طب تعال دي كده حاجه اسمها ايه الكباسيتي. كباسيتي يعني وافق بارادته, يعني دلوقتي بارادته يعني او ايه هو موافق على الموضوع ده او قبل الموضوع ده ازاي. بعد ما انا اقول له الكونسيكونس بتاعه البارتيسيبيشنز بتاعته دي دلوقتي انا يعني انا قلت له هشيل زي ما احنا قلنا مثلا انا هجرب عليه دواء, اقول له بص بقى الدواء دوت هو له سايد افكت, انت ممكن مثلا بعده تحس ان انت دايخ, تحس ان انت عايز ترجع او حاجات ديت او الحاجات ديت ممكن تحصل معاك, بس انا ابقى ايه ابقى فهمته ان انا وادي الحاجات ديت النتائج اللي ممكن تحصل وهو وافق بمزاجه تمام. ما اضحكش عليه مثلا او اكذب عليه او استغل مثلا او في حاجه يعني اقول نستاهل في ريسبكتيف بيرسون. يعني انا لازم انا افهم الشخص ده باسلوبه هو تمام. يعني هو مثلا لو انا مثلا بتعامل مع طبيب هفهمه بايه بالمصطلحات الطبيه. طب لو انا بتعامل مع شخص مش طبيب مش في المجال الطبي, لازم انا اكلمه كلمات عاديه ما تمسكوش فيها اي مصطلحات طبيه او كلمات معقده ان هو ما يفهمهاش. لا لازم يكون اتكلم معاه باسلوبه. يعني مثلا لو هو شخص متعلم هيفرق عن ان هو شخص غير متعلم, لازم برضو ايه يعني اتاكد 100% ان الشخص ده فهم هو داخل على ايه او عنده استيعاب كافي للحاجه اللي انا بقول له عليها ديت تمام. طيب بعد كده قال لنا people incapable of making their own choice should be protected, يعني الناس اللي هي مش قادره تختار مثلا او هي ايه زي ما احنا قلنا ان ديت اللي احنا بنتكلم عنها ان هي الناس اللي مش قادره تاخد القرار او ان هي مش فاهمه ما ينفعش نستغلها او ايه لازم نحترم رايها ولازم نحترم رايها. زي مثلا ايه وليكن مثلا الشخص مثلا مسجون او طفل مشرد, انا ما ينفعش استغل ان هو ما فيش حد ان هو ملوش حد مثلا او ان هو كده ما حدش عارفه مش ههتم مثلا هاخد نوع من اللي انا عليه اللي انا عايزاه يموت بقى او يحصل له اي حاجه وخلاص كده. لا ده ان اسكال, ده حاجه ما تنفعش. لازم نتاكد ان لازم ان الشخص دوت اللي هو مش عارف يعمل القرار بتاعه دوت ان هو مثلا ملوش سلطه او ان انا سلطتي اكبر منه. لا لازم يكون الشخص دوت بروتكتد, نحميه ما نستغلش الظروف بتاعته لحاجه ايه لحاجه معانا احنا عشان نستغل وناخد منه حاجه معينه تمام. تمام يبقى بصوا بقى بالنسبه لموضوع الريسبكتيف بيرسون ده كله بيدور حوالين حاجه واحده, ان انا الشخص لازم أنا اولا افهمه كل الموضوع اللي داخل عليه ده كله بيتكلم عن ايه, لازم اديله معلومات كافيه عشان يوافق, لازم احترم قراره ايا كان هو موافق او رافض, ما استغلش ظروفه ان هو يكون ما استغلش ظروفه ان هو مش قادر يعمل القرار بتاعه ان هو يختار, واستغل الظروف بتاعته او ان انا افرض سلطتي عليه واخد حاجه غصب عنه تمام. تمام اول حاجه بالنسبه للريسبكتيف بيرسون دي اهم حاجه يعني اوتونومي او اللي هو الخصوصيه بتاعته. طب حاجه البينيفيكنس. طيب انا دلوقتي انا كدكتور او باحث عموما هو انا بعمل بحث ليه؟ عشان نستفيد بقى على الناحيه العلميه او الناحيه الاجتماعيه وايا كان, بس بعمله ليه للافاده. الافاده ديت لازم نعظمها, يقولوا لي ماكسمايز البوسيبل بينيفيتس, يعني نعظم الافاده ديت تكون عاليه جدا. نون مالفيسنس يعني ما تكونش ضرر. مينيمايز البوتنشال هارم, نقلل كميه الضرر سواء الضرر ده كان فيزيكال او سايكولوجيكال او سوشيال, لازم نقلل الضرر ده. احنا عارفين طبعا ان مفيش حاجه من غير ضرر, يعني حاجه ممكن تكون لها اضرار بسيطه ولكن هي الفايده بتاعتها عاليه فعشان كده بنستخدمها لانها لها فايده. ستيل هي لها سايد افكت بسيط ولكن هي برضو مفيده لينا وبنستخدمها من حاجات مفيده فلازم نستخدمها تمام. طيب الجاستس بقى نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. اول قبل لنا فيفربل بالانس الفيفورابل بالانس اوف بوتنشال بنفيتس اند هارم, يبقى في الاكثريه يعني الاكثريه تكون ايه للبنفيتس والهارم يكون قليل. تاني حاجه انكلود اور اكسكلود vulnerable individuals, يعني ايه vulnerable individuals ديت يعني الناس الضعيفه زي ما احنا قلنا برضو في السلايد اللي قبله في الكلام اللي قبله ان مثلا ما نجيش على شخص مالوش سلطه او ان هو ضعيف او ان احنا نستغل الحاله بتاعته او ان احنا هنقدر نسيطر عليه وناخده ونقول هنعمل عليك ريسيرش من غير الموافقه بتاعته ونضره بقى وكده. لا لازم الشخص دوت يكون نديله ايا كان هو مين او ايا كان وضعه ايه لازم نديله القرار في ان هو يوافق او يرفض, ما ينفعش نجبره على حاجه. هو يبقى ايه يبقى انكلود او اكسكلود vulnerable individuals and who may benefit from research, والشخص ونركز مثلا الشخص ده ممكن يستفاد من الريسيرش بتاعي. يعني مثلا انا عامل دراج ومتاكد ان الدراج دوت مفيد 100% وفلان دوت عيان بالديزيز اللي انا عامل عشان الدراج ده تمام, والشخص ده هيستفاد بس انا متاكد تمام, يبقى الشخص دوت هيستفاد من الدراج بتاعي ده تمام هستعمله تمام. طيب يبقى احنا كنا بنتكلم في ايه اصلا الحاجه دي, كنا بنتكلم في البرنسيبلز في البيزك برنسيبل ريسيرش على الريسيرش في الهيومن سبجكت, ان احنا نستخدم ايه الكلام لو احنا نستخدم الريسيرش ده شغال على ايه على هيومن,
قلنا قلنا كام نقطه، اربع حاجات قلنا. اول حاجه ريسبكت اوف بيرسون اوتونومي، ومحتواها ان انا ما اجبرش حد، ما استغلش حد، لازم الشخص ده يتوافق بكامل ارادته بعد ما اديله المعلومات الكافيه. ثاني حاجه البنفيشنس، ان هو الشخص دوت ان الريسيرش بتاعي ده ياخد منه اكبر استفاده. نون ماليفيننس، ان هو يكون غير مؤذي. الجاستس، ان هو يكون استخدمه بطريقه عادله، ان انا هيكون الفايده بتاعته اكبر من الهرم. ان انا ما استغلش اشخاص ضعفاء الفيلنبل انديفيدوالز، وان يكون دوت الريسيرش انا بعمل ده مفيد او له بنفيتس على الشخص اللي انا ايه استخدمته او اللي انا ايه شاركته معي. طيب دلوقتي احنا عمالين نتكلم في الريسيرش اسكس. طيب هو ايه اللي يضمنني ان الريسيرش اسكس دي هتطبق، او ايه الحاجه مثلا زي ما احنا عارفين بقى بيبقى مثلا يعني مثلا هتطبق ازاي، او ايه اللي هيخليها تطبق، او انا مثلا ازاي هتاكد ان الشخص اللي عمل البحث ده طبق الاسكس ديت. قال لنا بقى عملنا لجنه اسمها لجنه الاخلاقيه البحث العلمي، انستيتيوشنال ريفيو بروتس او اسكال كوميتي. انستيتيوشنال ريفيو بروتس اسكال كوميتي، تمام، ممكن نقول على اسكال كوميتي على طول، تمام، اللي هي لجنه اخلاقيه البحث العلمي. طيب بالنسبه بقى لعضويه، بالنسبه للدينيت رايتس والسيفتي، لانها يعني هتضمن حقوقهم، تضمن كرامتهم، الكرامه والحقوق، وتكون امنه، وتكون الرفاهيه متاحه ان انا الشخص ده يتوافق او لا. والدكتور ما قالش الجزء ده عموما يعني، تمام. ندخل بقى في الممبر اوف الممبر بتاع الكوميتي دي او الاي ار بي. طيب الدكتور قال ممكن يعني هو قال الكلام على الجزء ده، انا ممكن يجي سؤال فيه في الامتحان، تمام. العضويه بقى بتاعه الجزء ده يعني دلوقتي اللجنه دي مكونه من ايه؟ من اشخاص. الاشخاص ديت اللي انا لما اقدم الريسيرش بتاعي هيشوفوه وهم هيطلعوا عليه. طب الممبرز بقى بتاعتها دول مكونه، العضويه بتاعتها دول مكونه من ايه؟ اول حاجه اتليست 5 ممبرز، يعني الاشخاص ديت المفروض تكون اقل حاجه 5 اشخاص، يكون عدد متوسط يعني مثلا ما يكونش شخص او اثنين، لا لازم يكون عدد معين، ما يكونش اقل من 5، يكون عدد يعني لحد ما كبير ان هو عشان يشاركوا الاراء ونعرضه على كذا شخص. ميل تو ميل او فيميل، طبعا يعني كله للمساواه، يعني لازم يكون في ميل وفيميل بسبب اختلاف ايه طريقه التفكير وطريقه المشاركه والراي والحاجات دي، تمام، يكون فيها ميل وفيميل، تمام. البروفيشنالز واللي بيرسونز يكون فيها بروفيشنال، يعني لو احنا بنتكلم عن بحث طبي لازم يكون في دكاتره اللي هم البروفيشنالز اللي هم المختصين في المجال ده، واللي بيرسونز اشخاص عاديين. طيب بالنسبه للي بيرسون قال لنا في حاجه اسمها اكسترنال نون افيليتد ممبرز، يعني اشخاص ما لهمش علاقه بالمحتوى اللي احنا بنقدمه ده، او يكونوا يعني من عامه الشعب زي ما احنا بنقول كده من العامه، تمام. طيب الاشخاص ديت يعني ليه بقى جايبين الاشخاص ديت؟ انا ماست ريبريزنت الكوميونتي، ان هم هيمثلوا المجتمع او هيمثلوا الفئه مثلا اللي احنا بنتكلم عليها، تمام. واللي بيرسونز مات بي اد ميتنج فور ريفيوز، لازم يكون موجودين في الميتنج ديت الاشخاص اللي احنا اخترناهم دول، او اللي هم هيمثلون دول لازم يكون موجودين في الميتنج مثلا اللي هنعمله، عشان مثلا زي ما هنناقش الرساله ديت، او هنناقش البحث اللي احنا هنقدمه ده، لازم يكون الناس ديت موجوده عشان تكون ايه للنقد، تمام. ولو برضو ايه بالنسبه يعني يبقوا موجودين عشان يقولوا وجهه نظر المجتمع لينا، تمام. يبقى دي من الممبرز، اول حاجه يعني ما تقلش عن 5، تكون ميل موجود فيها ميل وفي ميلز. طيب تكون فيها بروفيشنال بيرسونز، ناس مختصه في المجال ده، وناس مش مختصه او بره، يكونوا بيمثلوا المجتمع. وليه بيرسون ماست ميتنج ماست بي ات ميتنج فور ريفيوز، يحضروا الاجتماعات او المناقشات ديت عشان ايه للنقد بتاعهم، او ان هم ايه يقولوا رايهم، تمام. بعد كده نيجي الصوره دي اهي. طبعا احنا يعني غريبه عننا ان تبقى في كلام بالعربي، ولكن هو الدكتور قال ان هو حاططها للتوضيح، احنا ما علينا غير العناوين الانجليزي اللي متعلم عليها بالاصفر دي. طيب دلوقتي انا عشان تو بي ابروفد ريسيرش تو بي ابروفد عشان الريسيرش اللي انا عامله ده يتقبل، ايه القيم او الحاجات او الاسكس اللي موجوده موجوده فيه عشان يتقبل، او عشان نقول الريسيرش ده مقبول على المستوى على الناحيه الاخلاقيه. اولا اول حاجه الساينتفك اور السوشيال فاليو، يعني القيمه العلميه والاخلاقيه. ازاي؟ انا دلوقتي عملت بحث، البحث ده في تطوير مثلا دواء معين، او المرض دوت كان ملوش علاج وانا بدات اخترع له علاج، يبقى انا بخترع حاجه، او انا بقدم حاجه، او انا بعمل بحث في حاجه هتفيد المجتمع وتفيد العلم. انا بضيف للعلم نوع دواء جديد، بضيف للمجتمع ان انا هبدا اعالجه، وان انا هزود من فرص العلاج ليهم، فبالتالي هفيدهم. يبقى ده ساينتفك اور سوشيال فاليو، ان انا هفيد المجتمع انه هيتعالج، وهفيد العلم ان انا ضفت له حاجه جديده، تمام. دي بالنسبه لاول نقطه. طب ثاني نقطه الساينتفك فاليديتي، يعني ايه فاليديتي؟ يعني الشرعية، يعني ايه يعني العلم بتاعي ده يبقى بطريقة شرعية. ترى شرعية ازاي؟ ان انا ما يعني انا ما اقتبستش من حد، ان انا ما سرقتش حاجة، ان انا مثلا ما زورتش في نتائج، انا مثلا ما عملتش اختبارات وكده زورت في النتائج بتاعتها، لا تكون حاجات مثبتة، تكون حاجات صحيحة، ما خدتش حاجة من حد، كل الحاجات بدايات بتاعتي انا سبتها لنفسي. لو في حد مشارك او حد مثلا خدت منه حاجة يبقى اسمه مدرج او موجود في البحث دوت، ما مستغلش حد، تمام. طيب بعد كده الفير سبجكت سيلكشن، الاختيار العادل للشخص ده، يعني
يعني ايه، يعني زي برضو زي ما احنا قلنا، ما اروحش مثلا اخد شخص مسجون او شخص مشرد او شخص ما ملوش سلطه في المجتمع، او انا افرض سلطتي عليه عشان اخليه شارك في البحث دوت غصب عنه، او ان انا اخد حاجه منه غصب عنه. لا، لازم أن يكون الشخص ده موافق بارادته وموافق تماما على انه يشارك في البحث ده. تمام. طيب بعد كده الفيفربل ريسك بنفيت ريشيو، نفس الكلام برضو قلناه قبل كده، ان لازم أن تكون الفايده معظما، ان يكون الفايده اكبر من الهارم، البنفيت مور ذان هارم، يعني يكون ايه يعني الاكثريه للفايده بتاعتنا. تمام. البنفيت. طيب بعد كده الاندبندنت ريفيو، المراجعه والنقد المستقل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي انا عامل ريسيرش، الريسيرش ده مثلا مشارك فيه معايا اشخاص، او الاشخاص ديت ما ينفعش ان هم اللي ينتقدوا الريسيرش بتاعي ده او يراجعوه. ليه؟ لان احنا اصلا احنا كناس شغال على حاجه احنا عايزينها تنجح، فعشان ايه ما ننحسش راينا، ما ينحسش اللي احنا عايزين ننجح ده، لا لازم أن يكون فيه ناس مستقله، ناس ما لهاش علاقه، ما شاركتش، هي اللي تعمل الريفيو بتاع الريسيرش بتاعي دوت، عشان يبقى اندبندنت ريفيو، راي يبقى مستقل، يبقى مبني، يبقى ايه النقد دوت ايه يعني يكون بناء، يعني زي ما بنقول كده، فيكون النتيجه صادقه. تمام. ما يكونش فيه انحياز. تمام. بعد كده عندنا حاجه اسمها الانفورمد كونسنت. عندنا بس الراوند بتاع الشرعي كله بيكون عن الانفورمد كونسنت ده، يعني ايه؟ زي ما احنا قلنا برضو، الموافقه المستنيره، او اللي هي المبنيه على المعرفه، او على المبنيه على الانفورميشن، ان انا فهمت الشخص ده ووضحت له كل حاجه حوالين الموضوع دوت، هو بارادته اختار ان هو يشارك او لا، ما اجبروش، لكن انا او ما اضحكش عليه او انا استغله، لا لازم انا افهمه كل حاجه بالظبط زي ما هي ايه هتحصل. تمام. انفورمد كونسنت، موافقه مستنيره او موافقه موثقه بالمعلومات. طيب بعد كده عندنا ريسبكت فور بوتنشال اند انرول سبجكتس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي انا خلاص انا بدات الريسيرش بتاعي وفي شخص ما مشارك معايا. طيب بعد كده لو انا مثلا هعمل ريسيرش ده على هيومن، على انسان، طيب دلوقتي بقى هو في المنتصف كده بقى حاسس ان هو مش حابب الوضع مضايق، او حاسس ان الموضوع بقى فيه ضرر عليه، او ان هو بقى فوق طاقته وحب ينسحب، ما ينفعش اجبره على انه ما يكملش، على انه يكمل غصب عنه. ما اقولش بقى اصل هو اللي دخل معايا من الاول وكده، لا لازم يبقى له الحريه في الانسحاب في اي وقت، اي وقت هو حب ينسحب بارادته. تمام. ما نجبروش على حاجه. تمام. نسبه نحترمه. تمام. وديت كده ايه، يبقى احنا كنا بنتكلم على ايه في البرنسبلز، او اللي هي الايه الريسيرش تو بي ابروف، ان احنا عشان نعمل بحث يقبل، البحث دوت يتقبل، يعني لازم يكون ايه في المتوفر فيه القيم او الاخلاق اللي احنا، او النقطه اللي احنا اتفقنا عليها دي. تمام. الدكتور برضو قال ان الجزء دوت مهم وممكن يجي فيه، طبعا العربي مش مهم والشرح مش مهم، هو اهم حاجه بس النقط اللي بالانجليزي بس، هي كنقطه بس. تمام. نتعلم عليها بالاصفر دي. تمام. الدكتور بقى مجمعهم هنا نفس الكلام برضو، عشان بقى الريسيرش كوميتي ديت ماست بي جايدد باي ذا ايثيكال برينسيبل. يعني ايه الايثيكال برينسيبل بقى؟ الايثيكال كوميتي ديت بتتبعها نفس الحاجات اللي احنا بنقولها طول المحاضره، الاوتونومي، الخصوصيه والاستقلاليه، ان هو يوافق بمزاجه، او البنفيسنس، ان يكون ذو فايده، او الجاستس، العداله، ان احنا ما نظلمش حد، ما نجيش على حد، هكذا. طيب الريسيرش امبريفليج نوت رايت، يعني الريسيرش امبليفيج، يعني يكون ايه الريسيرش دوت يعني امتياز، يعني هو مش فرض، مش حق. تمام. لكن هو امتياز، ممكن تكون ممكن تعمله، ممكن ما تعملوش، ممكن يفيده، ممكن ما يفيدش، هو في الاخر في الاخر يظل بحث علمي، يقبل الرفض او يقبل ايه الاستجابه. تمام. بعد كده الويل بينج اوف ذا بارتيسيبانت از بارامونت، لازم احط في دماغي نفس الكلام اللي احنا برده قلناه قبل كده، ان احط في دماغي ان الشخص دوت اختياراته هي الـ يعني هي الاحقيه في الاختيار بتاعه، ان انا فاهمه كل حاجه كويس، ما اضحكش عليه. الريسيرش ماست بي جاستيفايد بيزد اون فيفربل بنفيت ريسك اسسمنت، يعني لازم برده ان انا يكون برده ايه زي ما احنا قلنا كذا مره، ان يكون الاكثريه الاستفاده، ويكون الريسك او الهرم قليل. تمام. تمام. دي برضو نفس الكلام، مفيش جديد. الريسك ماست بي مينيمايزد برضو، يعني نفس الكلام. الانفورمد كونسنت اوف فروم ايتش سبجكت، ان هو يكون موافق بناء على معلومات. البروتكتد برايفسي سبجكت اند داتا، يعني مثلا خدت من الشخص ده معلومات، خدت مكان سكنه، خدت عمره، خدت مثلا حاجه عنده، حالته الاجتماعيه، الحاجات دي تظل انها اسرار مرضى، ما ينفعش ان انا اشاركها مع حد. تمام. لو الريسيرش دوت كونتينيو مور ذان يير، يعني هو هيكمل، هيقعد اكتر من سنه، هنعمل ايه انوال ريفيو، يعني هو يعمل مراجعه سنويه، ان انا مثلا في الريسيرش بقى ليه مثلا، يعني مثلا وليكن ايه، انا هجرب الدراج ده، طب الدراج ده ممكن مثلا الشخص ده هيقعد مثلا ياخده
اكتر من سنه، تمام. وانا مثلا في اللجنه بتاع الاخلاقيات دي خافت مثلا ايه، ان الدكتور ده كان متفق معاهم على جرعه معينه في الريسيرش بتاعه، ان جرعه معينه هيديها المريض حب يزودها، لا لازم أن تكون ثابته ما يغيرهاش. يبقى كده لازم أن يبقى في ايه، في ريفيو في طول الوقت، ان هو مراجعه تاني ونقد تاني في كل سنه طالما يستمر اكتر من كده، عشان ايه، نشوف عشان نشوف هل الدكتور ده او الشخص ده ثابت على الحاجات اللي هو قدمها، البروتوكول اللي عمله ما غيرش فيه، ولا بقى لعب فيه بقى وغير في حاجات وبدأ يتابع حاجات تانية من دماغه. لا لازم يطمنه ان هو ايه، ماشي على بروتوكول معين، تمام. ودي كلها يعني نفس الحاجات اللي انا بقول فيها من اول المحاضره، مفيش جديد. طيب السبيشال كونسنتريشن ان سبيشال بوبولوشن، في حاجات بقى سبيشال، يعني مثلا لو انا، احنا كل ده بنتكلم على هيومن كادلت، الحاجات اللي بنتكلم عليها ادلت، هناخد انفورمد كونسنت ده في الادلت. طب لو تشيلدرن، طيب بالراحه كده، هم ايه اللي تشيلدرن اصلا؟ يعني ايه اللي تشيلدرن دول لحد كام سنه؟ لحد 18 سنه، دي متفقين ومعروفين، معروفه ان اطفال لحد 18 سنه. طب هل كل الاطفال لحد 18 سنه بيتعاملوا نفس المعامله؟ قلنا لا، احنا بنقسمها لجزئين، في طفل تحت 6 سنين، طفل فوق 6 سنين. الطفل اللي تحت 6 سنين ده ما ينفعش ان هو نساله، يعني هو احنا مثلا، هو اكيد لحد 18 سنه لازم ناخد اذن ايه، الاب والام لازم ناخد اذنهم، تمام، البرميشن بتاع البيرنتس، تمام. ولكن في الطفل اللي اقل من 6 سنين بنبقى معتمدين اعتماد كلي على تقرير ايه، او على موافقه ايه، الاباء، ما نسالوش. الطفل اللي اقل من 6 سنين ما يقدرش يحدد حاجه، تمام، ما يقدرش يحدد، ما نقدرش ناخد منه موافقه وناخد منه ايه، كلام يعني ايه مظبوط او نمشي عليه، تمام. طيب الطفل اللي فوق الست سنين، لا ده لازم نساله بقى. يبقى الطفل اوفر ذان 6 ييرز لازم نساله، ونساله عن رايه او عن مشاركته، ان هو موافق يعني يشارك في الريسيرش بتاعي دوت ولا مش موافق، تمام. طيب بالنسبه بقى، عشان مثلا ان انا هاخد اذن الطفل دوت اللي هو فوق 6 سنين بنسميه ايه، اسنت. يبقى احنا عشان ناخد موافقه شخص كبير بنسميه ايه، كونسنت. اما عشان ناخد موافقه الطفل بنسميه اسنت، تمام. والدكتور برضه قال الحته دي ممكن تيجي في الامتحان، يعني ما ننساش. طيب الاسنت اوف تشايلد بقى، اول حاجه قالنا يوزوالي فيربل كونفيرمد باي بيرنت، هو بيبقى مؤكد بايه، عن بالاب والام. طبعا زي ما احنا قلنا، اطفال لحد 18 سنه، سواء كان يعني موضوع ان احنا نسال الطفل ده او لا، الى جانب ان احنا هناخد ايه، راي ايه، بابا وماما، تمام. طيب يبقى اول حاجه يوزوالي فيربل كونفيرمد باي بيرنت، هو اولا انا متاكد عليا من الاب والام ان هم موافقين على انهم يشارك معايا في الريسيرش ده، تمام. طب الاسنت ده كان يوجوالي قال لنا بي بروفايدد باي تشيلدرن اوفر ذان 6 ييرز، لاكتر من 6 سنين. طب نربطها ازاي؟ احنا عارفين طبعا في مصر ان الاطفال بتبدا تدخل المدرسه من سن كام سنه؟ 6 سنين. فوق 6 سنين بيدخل المدرسه برضو كده، فوق 6 سنين بناخد راي، بناخد منه اسنت، تمام. طيب وبرضو برضو بقى الاسنت بتاعنا ده بيبقى معتمد على ايه، برضو ان احنا نراعي فيه، ان احنا نراعي في الجانب الماتيوريتي والفيسيولوجيكال ستيت، يعني النمو والحاله النفسيه بتاعه الطفل دوت، برضو لازم ناخدها معانا في الاعتبار حتى لو هو فوق ايه، فوق 6 سنين. يبقى اسمه ايه، اسنت اوف تشايلد. اسنت اوف تشايلد اولا لازم يكون فيربل كونفيرمد باي بيرنت، ناخد الاسنت دوت بروفايد باي تشيلدرن اللي فوق 6 سنين، مع مراعاه الماتيوريتي والفيسيولوجيكال ستيت بتاعه ايه، التشايلد ده، تمام. ده بالنسبه ليه، زي ما احنا بنتكلم في ايه، احنا بنتكلم في سبيشال بيبلوشن. اول سبيشال عندنا كانت تشيلدرن، ثاني حاجه عندنا البريزونرز، السجناء. احنا من اول المحاضره واحنا عمالين نقول لو شخص مسجون ومثلا هو في السجن وكده كده محكوم عليه بسنين كتير، ما ينفعش بقى نستغل ونقول ده كده كده كان من المساجين ومات ولا حصل له اي حاجه مش مهم، لا ما ينفعش الكلام ده. لازم يكون الشخص دوت له الحق ان هو يوافق او لا. قالنا ماست انكلود بريزونر representative with experience too severe in this capacity. لازم يكون انا اقدم الشخص اللي يكون فيه شخص مثلا يعني البيرسونال ريبريزنتيف، يعني حد مسؤول عن المساجين دوت او المتحدث عنهم، يعني يكون فيه الشخص ده. انا مثلا هفهمه واكلمه مثلا ان احنا عايزين حد نستخدمه، يعني هنحتاجه في البحث المعين دوت، هو المسؤول ان هو يفهمهم ويكون مسؤول عنهم، يعني يكون ايه، يعني عشان حقهم ما يضيعش او كده، لازم يكون شخص بيمثلهم يعني. طيب risks are similar to those of non بريزون ريسيرش، يعني مثلا الريسك والهارم، يعني الريسك والهارم اللي هنقدمه له لازم يعني يكون نراعيه برضو. يعني مثلا ما نقولش ايه، عشان ده شخص مسجون ومذنب بقى في حق المجتمع، احنا بقى نعمل فيه اللي هو عايزه واللي عايزينه وراح بقى ولا يحصل له اي حاجه مش مهم، لا زيه زي الانسان العادي. لازم برضو نحط في بالنا ان الريسك اللي ممكن يتعرض له او الهارم اللي ممكن يحصل له وهكذا. طيب الكونسنت از اندرستاندبل، از اندرستاندبل تو بريزون بريزون، لازم الموافقه دي تكون مفهومه، او نكون البريزون ده يكون عنده استيعاب او فهم ليه الريسيرش اللي داخل عليه ده بيعمل ايه، ويوافق بناء على الفهم بتاعه ده، ان انا فهمته ووافق عليه، له حق زي اي شخص مسجون او مش مسجون ان هو يوافق على الريسيرش ده او ما يوافقش، تمام. طيب ده بالنسبه للبريزونرز، تمام. بعد كده البريتش اوف اسكس، يعني الكلام ده دلوقتي
لو حد ما التزمش ايه الحاجات او المخالفات اللي ممكن شخص يعملها وما يلتزمش بقى بالاسكس اللي احنا عمالين نتكلم على سيرش اسكس ديت. المخالفات دي زي ايه بقى؟ المخالفات دي اول حاجه البلجرزم. يعني ايه دوت؟ يعني الاقتباس. اقتباس يعني ايه؟ يعني انا مثلا هروح على الريسيرش بتاع دكتور معين، اقوم واخد منه كلام بقى مزوده على الكلام بتاعي من غير بقى ما اقول على اسم الدكتور دوت، او مثلا اقول يعني مثلا ان الريسيرش ده اتعمل سنه كذا من الدكتور فلان اللي عمله سنه في السنه الفلانيه في السنه كذا والتاريخ وهكذا. لا، ما كتبتش بقى، انا خدته وقمت حاطه في الريسيرش بتاعي وما اتكلمتش. ده طبعا دي جريمه. وطبعا زي ما الدكتور قال ان يعني في وسائل متقدمه ان هم بيعرفوا هل الشخص ده مثلا عمل بلاجيريزم او اقتبس من حاجه تانية او لا. تمام. قال لنا بقى البلاجيريزم زي ايه؟ كوبينج داتا، ان انا اخد داتا او ايدياز او تكست، سواء الداتا او الافكار او تكست، وذاوت اكنولجمنت اوف سورس، يعني من غير ما احط او ادرج اسم ايه الشخص اللي المصدر او الشخص اللي عمل البحث ده. طبعا جريمه. تمام. نسيت اقول حاجه بس، في البريتش اوف اسكس ده الاجزاء اللي متعلم عليها باللون الاحمر ديت الدكتور شرح، اللي متعلم عليها باللون الاسود الدكتور ما شرحهوش فاحنا مش هنشرحها. تمام. اللي متعلم عليها باللون الاحمر بس الدكتور شرحه وقال ده المهم وما شرحش الباقي. تمام. طيب اول حاجه قلنا البلجاريزم اللي هو الاكتباس. طب تاني حاجه برضو متعلم عليها باللون الاحمر اهي، اهي هنا ديت قال لنا هنا السبميتنج او الببلشنج. دلوقتي انا مثلا عملت ريسيرش، والريسيرش ده هنشوفه في مجله او هنشوفه في جريده. تمام. دلوقتي انا بعته للجريده واتاخرت، اقومش بقى رايح لبعته لجريده تانية، او ان انا مثلا اقول ايه ابعته للجريدتين في نفس الوقت واللي تنشره الاول بعته انشره. لا، ده ان ايثيكال، ما ينفعش. لازم ان يكون بعته لجورنال الواحد بس وتنتظر النتيجه، ما تستعجلهاش. لو بعته الاثنين كده كده الريسيرش بتاعك هيتلغي وهتبقى بالنسبه لهم شخص غير اخلاقي، ما التزمتش باخلاق البحث العلمي. تمام. لازم ايه نستنى. طيب بعد كده انكلودنج، بعد كده النقطه اللي بعدها انكلودنج اكولوجي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي انا عملت بحث، احنا مثلا في الكليه مطلوب مننا كل واحد يعمل بحث. تمام. انا جيت انا او مثلا مجموعه جيت انا وزميلتي، انا عملت البحث كله لوحدي ماشي ماشي وبعدين ايه قمت ايه حاطه اسمها معايا وهي ما كتبهاش، وجيت بقى اقول لها ايه انت بصي انا عملت البحث ده المره دي، المره الجايه انت اعملي البحث لوحدك واكتبي اسمي بقى. ده غلط. انا بيقول لنا ايه بقى؟ ان اوثر اون ان از ان اوثر اون ا بيبر ان ريتيرن فور ا فيفر فور ا فيفر. يعني ايه؟ احنا بنبدل الادوار للمجامله بقى، او بنعمل مع بعض، بنعمل في بعض معروف كده، يعني بنجامل بعض. انت خدي بقى المره دي واعملي المره دي، واعملي المره دي واكتب اسمك، اعملي المره وانت اعملي المره الجايه واكتب اسمك. لا، ما ينفعش الكلام ده. لازم يكون في امانه علميه. احنا شاركنا، الناس اللي شاركت في الريسيرش ده هي اللي كتب اسمها بس، ما شاركتش ما تكتبش اسمها، ما ينفعش نكتب اسمها. تمام. اخر حاجه بقى بعد كده عندنا حاجه اسمها giving the same research project to the graduate student. تمام. يعني انا كدكتور مثلا في الجامعه ادي بقى اتنين ريسيرش نفس الريسيرش كده الاثنين ستودنت واشوف مين اللي هيخلص اسرع. طب انا استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه. يعني ايه اللي يخلص اسرع؟ لا، لازم ان بقى عندي امانه علميه بتجاه الطلاب ديت، واشوف بقى واخد بقى من اللي يخلص بسرعه والتاني ما ياخدش منه. اكيد لا، لازم ان يكون في امانه. ما اديش تو ريسيرش لتو جراديويت ستودنت ان اوردر تو سي هو دو هو كان دو ات فاست تو دو ات فاستست. يعني هو مين اللي هيجي من اسرع؟ اكيد حاجه ديت ان اسكال، يعني حاجه ملهاش لازمه ومش مفيده. استفاد ايه لما انا اعمل كده؟ مش هتفيد حاجه. تمام. ده بالنسبه في كمان واحده بس هنسيبها دلوقتي. احنا دلوقتي قلنا ايه؟ بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في البريش اوف اسكس، في المخالفات بتاعه. قلنا اول حاجه زي البلوجرام، زي الاسم اللي هو الاقتباس، سبميتنج والببلشنج. ما ينفعش انشر مثلا اكتر من جريده، اكتر من بحث في كذا جريده في نفس الوقت، ما ينفعش. ده ان ايثيكال. انكلودنج اكوليج، ما ينفعش بقى نجامل بعض في الابحاث وكده. اكتب اسمي المره دي وانت اسمك المره الجايه بتعمل انت، ما ينفعش الكلام ده. الناس اللي شاركت بس هي اللي تكتب. بعد كده جيفينج ذا سيم ريسيرش بروجكت وجراديويت ستودنت، ما ينفعش بقى ادي اتنين جراديويت ستودنت كده البحث واقول لهم اعملوه بقى وشوف مين اللي هيخلص اسرع، ما ينفعش الكلام ده. طيب اخر حاجه عندنا اسمها وستنج انيمالز او هدر الحيوانات. هنتكلم فيها اول حاجه وستنج انيمالز. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي زي ما احنا قلنا، انا دلوقتي هعمل بحث، البحث ده هنعمله على انيمالز فريم مثلا. تمام. انا محتاج في البحث ده 5 فريم او 10 فريم، رحت انا بقول لهم ايه هاتوا 20، هاتوا 20 او 30. طب انا محتاجهم؟ لا، هو اهدر وخلاص. وقال بقى في نفسي اصلح حيوانات، يعني مين اللي هيسال عليها؟ لا طبعا، دوت ان اسكال. وخصوصا ان احنا مسلمين، يعني احنا ما ينفعش اخلاقنا كمسلمين تمنعنا ان احنا نعمل كده، واخلاقنا كطبيب تمنعنا ان احنا نعمل كده. تمام. لازم ان احنا نكون ايه ملتزم، ما يعملش وستنج انيمالز. انا محتاج 5، هم الخمسه اللي هاخدهم، ما اخدش ازيد منهم، لان دي في الاخر روح ربنا هيحاسبنا عليها. طيب الانيمال، اللابوراتوري انيمال بقى بنقول ايه؟ اللابوراتوري انيمالز كانت جيف انفورمد كونسنت. يعني انا ما ينفعش اقعد اسال الفار انت موافق على البحث ده واشرحه له؟ لا، ما يقدرش يديني انفورمد كونسنت. ولكن احنا عندنا بقى اديشنال بروتكشنز عشان نحافظ على حياه الفار ده. اول حاجه عندنا ايثيكال انيمال كير. ايثيكال انيمال كير ان انا يعني
اعامله كويس او ان انا احافظ عليه ازاي، يعني انا هوفر له مكان كويس يقعد فيه، هجيب له اكل وشرب، ما ينفعش اهمله بقى واسيبه كده يموت جوع وعطش، لا ما ينفعش كده اودي له بقى اكل بقى كل فين وفين على ما افتكره بقى، لا ما ينفعش الكلام ده، لازم انا اهتم باكله واهتم واهتم بيه. طيب تاني حاجه الهاوسنج، ان انا اوفر له مكان مناسب ليه. تمام يعني دلوقتي مثلا الجو برد، ما ينفعش اسيبه بقى كده في مكان بارد، لا لازم انا اوصله ادي له مكان يكون فيه تدفئه مناسبه ليه. تمام ترانسبورت، ان انا اما اجي انقله انقله بطريقه او طريقه اخلاقيه، ما اعذبوش، ما نقلوش كده يعني ما نقلوش بطريقه وحشه، احاول احافظ على سلامته واحافظ على راحته. تاني حاجه الاوثنسي يعني القطر الرحيم، يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عايزه اخد، انا عايزه من الفار ده مثلا اورجان معين، تمام خدت عايزه اخد الاورجان ده، ما اقومش بقى رايح مثلا سايب الفار بيتالم واخد منه الاورجان، او مثلا اموته بطريقه مش كويسه، لا مثلا اخدره وبعدين اموته واخد الاورجان ده، او ان انا مثلا جربت دراج على الفار ده وانا عارف ان الدراج ده مثلا بدا ياخد اعراض جانبيه، او بدا الاعراض بتاعته ممكن تكون مؤلمه عليه او ممكن يكون تعذب، ما سيبوش يتعذب، لا اقتله قطر رحيم عشان اريحه، ما سيبوش يتعذب، حرام علينا. تمام حتى مسلمين. تمام طيب اخر حاجه بقى السيوتبل نمبر، زي ما احنا قلنا قبل كده في الويستنج انيمال، ان احنا ما ينفعش ان احنا محتاج مثلا 15 فيلان اروح واخد عدد 20 30 بقى وازود براحتي واقول ده حيوانات محدش هيسال عنها، ما ينفعش الكلام ده، لازم ناخد ايه عدد مسموح بيه. تمام دي بالنسبه للبريتور انيمالز، دي كانت اخر حاجه في المحاضره، بس كده المحاضره خلصت، بالتوفيق.